نرحب كمان في التغطية الإخبارية بزميلنا اللي انضم معنا دلوقتي محمد أبو عيطة من الغربية. وبتخليني أذهب الأول إلى أحمد عبد الرازق من المنوفية يطلعنا على المزيد من التفاصيل. أحمد، لو تنقل لنا الصورة من المنوفية، إزاي ممكن توصفها لنا قبل تقريبا نص ساعة من فتح أبواب اللجان؟ صباح الخير إيمان. بالفعل حوالي نصف ساعة تبقت على بدء فتح اللجان في محافظة المنوفية التي تخوض بين 13 محافظة الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. 24 مقعدا يمثلون محافظة المنوفية في مجلس النواب ويتنافس عليها 194 مرشحا، بواقع 26 مرشحا على نظام القائمة يتنافسون على 13 مقعدا، بينما يتنافس 168 مرشحا على 11 مقعدا على نظام الفردي. 512 مقرا انتخابيا بهم 926 لجنة فرعية. من جانبها استعدت محافظة المنوفية بالعديد من الاستعدادات حتى يخرج هذا المشهد الانتخابي بما يليق بهذه المحافظة وبما يليق بمصر أيضا. ومن هذه الاستعدادات هو هذا التنسيق بين المحافظة وبين كافة الأجهزة المعنية والمشاركة في هذه الانتخابات، ومن بينها المديريات والمرافق المختلفة كمرافق الصرف الصحي والكهرباء والمياه والدفاع المدني والإسعاف وغير ذلك. أيضا مديرية التربية والتعليم التي قامت من جانبها بتخصيص عددا من المدارس لتكون مقارا انتخابيا، ومن ثم تخصيص عدد من الفصول أو القاعات داخل هذه المدارس لتكون لجانا للاقتراع أو مخازن للأدوات اللوجستية التي تستخدم في عملية التصويت. بعد ذلك تمت عملية التطهير والتعقيم لهذه المقار على مدار يومين من خلال شركات متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا تم تجهيز هذه المقار الانتخابية بالعديد من الأمور، مثل ما يظهر في الصورة من خلفي، يعني كراسي لكبار السن، مقاعد لكبار السن، وكرسي متحرك. يعني هذه اللجنة هي النموذج الذي تظهر عليه اللجان في محافظة المنوفية. بوابة إلكترونية، هناك أيضا أدوات للتعقيم، هناك كمامات لمن يريد الكمامة، فرد من قطاع حقوق الإنسان ليساعد ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن للدخول إلى قاعات إلى لجنة التصويت، أيضا سيدة تساعد السيدات في عملية التفتيش أو الكشف أو ما ذلك. يعني هناك تكامل بين كافة الأجهزة من أجل يخرج هذا المشهد على هذا النحو وبهذه الصورة، وهذا هو النموذج الذي تظهر عليه المقار أو اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية. الإدارة العامة للمرور أيضا اتخذت ما يلزم من إجراءات لتحقيق سيولة مرورية في محيط اللجان أو في محيط المقار الانتخابية. أيضا الجهات الأمنية المعنية بتأمين هذه الانتخابات بدأت عملها مبكرا منذ أن استلمت هذه المقار الانتخابية. ما يقترب من 2,700,000 مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، ومن المتوقع حضور ملفت لمواطني المنوفية، حيث الكتلة التصويتية في هذه المحافظة معروفة بأنها كتلة فاعلة وتشارك، وقد رصدنا ذلك في استحقاقات دستورية وسياسية كثيرة سابقة. إذن هذا هو المشهد في محافظة المنوفية، ولا يتبقى إلا أن يبدأ الناخبون في التوافد إلى المقار الانتخابية واللجان خلال النصف ساعة القادمة. هذا هو المشهد، وأعود إليك مرة أخرى إيمان. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرازق من المنوفية.